حالات قنص بين المتظاهرين، تحريض على قتلهم، استهداف مباشر في الصدر والرأس بنية القتل عمداً. هذا غيض من فيض تحقيق عراقي بشأن قتل المظاهرات الذين سقطوا خلال 6 أيام من مطالبهم بإسقاط حكومة الفساد هناك، فكانت النتيجة مقتل 149 منهم بحسب أرقام اللجنة التي شكلتها حكومة عادل عبد المهدي لإرضاء الشارع العراقي الغاضب. تلك الخسائر البشرية بحسب اللجنة تعود لضعف سيطرة القادة والمسؤولين العراقيين، الأمر الذي تسبب بحدوث فوضى. صحيح أنه لا توجد أوامر رسمية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لكن مسؤولين حرضوا على قتلهم وإن لم يكن بشكل مباشر. لم تغفل اللجنة التوصية بإعفاء كل من قائد عمليات بغداد وكذلك قائد شرطتها ومسؤولين آخرين، وشددت على ضرورة إحالة الملف بكامله إلى القضاء. لا يأبه العراقيون لكل هذا ويجددون الدعوات لمظاهرات أخرى من المتوقع أن تكون حاشدة يوم الجمعة القادم، أما غايتها فواضحة وصريحة: إسقاط رموز الفساد ومنح العراقيين ما يستحقونه من خيرات بلدهم. ليس بعيداً عن كل هذا، كشفت وكالة رويترز عن دور إيراني ميداني لإخماد هذه المظاهرات، وذلك عبر نشر قناصة يتبعون ميليشيات تدين لها بالولاء، انتشروا على أسطح الأبنية وقنصوا المتظاهرين مباشرة بنيات قتلهم. المصادر هنا أمنيون عراقيون أكدوا أن القناصة يتبعون مباشرة لميليشيا الحشد الشعبي التي نفت تورطها بذلك جملة وتفصيلاً.